السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بيكم أعزائنا المشاهدين. النهاردة هنتكلم عن رؤية بلد من البلاد داخل المنام، وبالأخص النهاردة إن شاء الله سبحانه وتعالى هنتكلم عن رؤية مصر داخل المنام، وبرضه بالأخص هتكون الرؤية دي للنساء. ونبدأ مع بعض كده إن الفتاة العزباء رؤيتها لدولة مصر في المنام بتفاصيل معينة هتكون دلالة ليها على إيه، ونقول إن الفتاة العزباء وإن شافت رؤية في المنام إن هي بتتزوج أو بيعقد قرانها في مصر، فالرؤية دي إن شاء الله سبحانه وتعالى دلالة ليها على قرب الزواج، وإن الزوج هيكون بمواصفات جيدة وهيكون ميسور ماليا، وكمان هتعيش معاه في أمن وسلام ورزق ورخاء. طيب ننتقل من الفتاة العزباء إلى المرأة المتزوجة اللي حياتها فيها مشاكل أو هموم، سواء بقى كانت مشاكل زوجية أو مشاكل في الحياة العادية. وهنقول بقى إن المرأة المتزوجة إن شافت رؤية في المنام إن هي في مصر، أو حتى شافت علم مصر وكان مرفوع، فالرؤية دي إن شاء الله سبحانه وتعالى هتكون دلالة ليها على قرب زوال المحن والهم والمشاكل، سواء بقى كانت المشاكل دي مشاكل زوجية أو غيرها، والبعد عن الحزن والهم. طيب وننتقل من المرأة المتزوجة إلى المرأة الحامل ورؤيتها لدولة مصر في المنام. وهنقول بقى إن المرأة الحامل وإن شافت رؤية في المنام إن هي في دولة مصر أو علم مصر وكان مرفوع، فالرؤية دي هنقول لها إن هي دلالة ليها إن هي هتعدي فترة الحمل على خير وبأمن وسلام، وكمان المولود هيكون بحالة جيدة بعد الولادة، وإنه إن شاء الله سبحانه وتعالى في المستقبل هيكون ليه شأن كبير في حياته. طيب وننتقل من المرأة الحامل إلى المرأة المطلقة، وإن شافت رؤية في المنام إن هي في دولة مصر وكانت لوحدها، فالرؤية دي دلالة ليها إن كان الطلاق أفضل ليها بكتير من الاستمرار مع الزوج اللي هي كانت متزوجة، سواء بقى كان سبب الطلاق أي ضرر ليها، ولكن هي الحياة بدون زواج معه هتكون أفضل ليها وهي مطلقة. أما بقى المرأة المطلقة وإن شافت رؤية في المنام إن هي قبلت طليقها في دولة مصر وسلمت عليه ورحبت بيه ورحب بيها وكانت سعيدة وفرحانة ومسرورة إن هي قبلته، فالرؤية دي دلالة ليها على قرب عودتها لطليقها، وإن حياتها مع طليقها عندما ترجع إليه تاني وتتزوج منه هتكون أفضل ليها من إن هي تعيش هكذا مطلقة. والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم، وأسعد الله دائما منامكم، وأشكركم على حسن استماعكم، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.